لك يمكن أنا طولت للجمعية قبل سنتين تقريباً. كنت مديرة الاتحاد وخلال فترة الكورونا من سنة 2020 بدأت أشتغل مباشرة مع مجلس الإدارة ممثلة برئيسيتها الست هيفا وعضوات اللجنة التنفيذية. وكانت فرصة كثير ممتازة إنه آخذ هاي الفترة خلال فترة صعبة واجهناها كلنا اللي هي فترة الكورونا اللي نقدر نتجاوز كثير بالصعاب. والحقيقة كانت فترة مميزة قدرنا خلالها نزود فرص العمل ونوصل لفئات مستهدفة كبيرة ضمن برامج الجمعية المختلفة. والبرامج طبعا هي مش بس تدريب مهني، احنا بنحكي عن اربع توجهات استراتيجية أساسية. بنحكي عن التمكين الاقتصادي ممثل في احد برامج التدريب المهني. طبعا عندنا خلقنا برامج جديدة اللي هي ممثلة بالتدريب عن بعد وخلق فرص العمل عن بعد. التدريب الوظيفي كمان كان من المبادرات القوية اللي قمنا فيها خلال 2020 وقدرنا نخلق فوق 30-40 فرصة عمل من البرامج. وكانت فكرة إبداعية من الطاقم الحقيقة اللي نقدر نتعامل مع الممولين ونخلق هاي الفرص في الوقت المؤسسات الثانية كانت تتسكر فيه. نجحنا نستقطب تمويل جديد لكل الجمعيات. طبعا احنا بنحكي عن اتحاد جمعيات الشباب المسيحية الممثل بأربع جمعيات هي في رام الله والقدس وبيت لحم وأريحة. عندنا كمان العمل مع فئة الشباب عن الابتكار الاجتماعي وخلق فرص المواطنة والتعبير عن حرية الرأي إضافة لأعمال المناصرة والمساواة بين الجنسين. لما بطلع على الخريجين عن جد بشعر إنه قديش إحنا قادرين نعمل تغيير في المجتمع. أهم شيء لرسالة الجمعية نقدر نرسم بسمة ونخلق فرصة أمل قدام الشباب والشابات اللي هم عم بيعانوا بظروف كثير صعبة. إحنا عم نتحملها وعم نفكر فيها ونفكر فيها معكم، مش بس لهذا الطريق اللي أنتم وصلتوا له، إحنا موجودين نكمل معكم الطريق. فألف مبروك ونتمنى لكم كل نجاح وإن شاء الله يعني منها لأعلى. وإحنا موجودين، الجمعية هي مكان لجميع الشابات خصوصاً والشباب كمان اللي نقدر نخلق لهم فرص عمل، نقدر نخلق لهم مساحة آمنة عشان نقدر نعمل هذا التغيير. مبروك لجميع الأهالي ويعطيكم ألف عافية على الجهود اللي بذلتوه، خصوصاً كلنا عم نقدر هاي الجهود اللي عم تعملوها مع أبنائكم في ظروف كثير صعبة عم نمر فيها. ألف مبروك وشكراً لكم كثير.